يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أي مثل أن سعيش كل سنة جمعي والشهر يفن الشهر وسبس مرام أن سعيش كل سنة وسنة جمع الخيار كل سنة وسبس مرام وجنم الشهر رمضان الكريم شهر رمضان يحب سيدي ربي يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين هذا الشهر البركة هذا الشهر الرحمة هذا الشهر التوبة هذا الشهر المغفرة هذا الشهر يوم نزل الرحمات سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ما ديوض الشهر رمضان يتبشر الصحابة يسف لسنا رضي ربي السنين ثاني يقول لكم ندى رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك السنين ثاني يقول لكم ندى رمضان شهر مبارك أسئلس فرض الله عليكم صيامه معناه فرضت سيد ربي في الأول الصيام باش هذا تزوم وذيس ثليت ثبورا من الجنة ثمرا وقفيت ثبورا من جهنم انجر بيح انجر من المرأة إنه وتصفد فيه مرادة الشياطين الشياطين إنه يقرب رسول صلى الله عليه وسلم تشد ثم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ولكن الشياطين الإنس الشياطين الإنس هو يشد رأس الشياطين الجن يشده يسمى الشياطين العباد إذا كان قرعي من له فلسل باش وصل قرر رمضان الشياطين الجن تشد ثم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يقرب وذيس إلا يونيض يقرب ليلة القدر ثقين في ألف الشهر قال سيد ربي سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر معناه ليلة إذا كما يمكسمها ليلة القدر في 83 سنة أربع شهور من العبادة ماذا قلت لك الشيء صدفة ليلة القدر تزول ذكرت سيد ربي تستغفر تحمد سيد ربي تدعي ضغر ورس قام الليلة ينس سيد ربي الخلق في أكثر 83 سنة أربع شهور من العبادة الحق أي مثلا إذا كان الشهر رمضان ذا الفرصة أريدهم أتي فرصي عبدي مؤمن أي خطر أري زرارة أنت في الدقيقة من إيه جزمان أذي روح أهد أويس على الوقت أذي استغفاري قال سيد الله أهد أدفى تظلي ولا استظلم أهد أذي للدلوف أويس مرة أذي استغفار ديسا أتصل عبدي بوزا من بكسي قادان أسكسي بوزا من ريبوث من الجنس ولكن أنا عبد المؤمن إدي في كسي ربي الخالق سبحانه وتعالى في كيد الفرصة غا تعيش على رمضان وري لقال أذي يغفي فلاس إلا أن فرص تقنيس أن قرف غر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غس أخلاق معجوز سبحانه وتعالى الوقت إنه غير ورس هذا غادي يستقبل ولكن خاصة بالشهر الشهر رمضان غسي قاعد إعدان شهر رمضان هذا اللي كان يبذل غسي قاعد للعشرية الأخيرة ولكن 12 سنين في الذي ليلة القدر يقرب رسول صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر والليلة من القدر قيل أما قدرنا في 83 سنة أربع شهور ذيك سيلا أتي فارس العب ماذا قلنا يتقام والسلقين إذ يقيم لك في رمضان أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في كيس القيمة ثم قرة الشهر من رمضان يتوصف تدسيون وصف ذو الصف أم قرحان في كيس القدر أم قرآن في كيس الشرف أم قرآن يقرد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذي سيدي ينزل القرآن الكريم ذي سيدي ينزل هو ربي ذي سيدي ينزل أو لا أو مسلاي أن رب العالمين إذا خيق العيبة إذا خيق الدنيا مرة ذي الشهر رمضان عامة وذي الليلة للقدر إذ ينزل القرآن الكريم أيضا يقرد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن زيد القرآن الكريم إذ فكى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تفث الدنيا تفث ذين دي السفغن العبد دي الطيام غففث ذين دي السفغن العبد دي الميزيريا غلسة وذين دي السفغن العبد دي الجهل غرف مسلم إذ وجد أيضا القرآن الكريم مثل يوصف ديس شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن يعتبر الصيف من شهر رمضان بشرة نسين أكلت يقها يقرد قويس عزيز الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم يندو ونردي في الحال ذي الحي ونردي في الحال ذي عاش الشهر كيف يتسمى القديم بالغ قد يدين يقول حد قرقزل إلى قد يدين في العاقل إلى قد يدين
إلى قد يعني بالغ يجمر اليزوم، إلى قد يعني ذي العاقل، إلى قد يعني صحيح البدن، إلى قد يعني يجهد، إلى قد يعني المقيم ماشي المسافر. خطر سين ظروفين سيدي ربنا يستثنى ذيك السلعة بلي مسموح ما ذاك اليزوم راه يسمع هذا ثاني قضو يقاد. ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنسان مريض، إنسان على سفر يجمر ذاك نقضو. ولكن ذاك اللي يسعى المرض المزمن، يسعى المرض يسمى المرض الكرونيك، يسعى المزمن راه غادي يوزن دس تقاري ستقي المساكين. كيف مثلا إذا الشهر رمضان يفكيس سيدي ربي، يفكيس سيدي ربي أزل أم قرحا الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ما نكشمها دخل الكلمة يجي ثم الحديد يقال فليصومه معناه احتشمين في الله غير قدر نوزوم ذا الأمر صغور سيدي ربي يند العبد أريس أتوفر الشروط أجيم أما ذي العمر يقول ذي زمالات يوزوم أما ذي العاقل أما ذي لا يجهد أما ذي الموقيم ماشي المسافر يقنع يقال فليصومه إلى قدر يوزوم. كيف مثلا سيدي ربي دقيقا سبحانه وتعالى ماشي ذا حرمك بغضب يحرم فمالي ما أكتسي. ولكن إذا يون السر قرحان داخل رمضان ذيك سيد الله ذات نغن دوني ذيك سيد الله ذات نغن فقد النعمة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ما في العباد نعمة الإسلام والنعمة رمضان غسم ذاك الله يفوثك هو طاس لذو ذاتين مرة. ولكن كشين ذاك جان في عشر الشهر رمضان أدفر ستة قنيس أدرضين يروح المرة ذي الشهر رمضان وخاصة ذي العشرية الأخيرة أني ذات الله الشيخ الحسين اللي ذهب ليلة القدر يقرد سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى فليصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ذاك يقول السر السر أن رمضان مرة داخل الجوايج يريدين أنك فليصوم معناه إلى أن السن لشوف كم يقرن الصيام باش هذا النزول ماشي كان نظر العباد والسنة المكان تصبح المدري عشان من بعد نخدم من ذنب ونسعى النية الخالصة الداخل ونظر لمعنى الصيام ذا جد من بعد نسمع قرن وزر خاتم شيء نشتقينا إلى أنظر ذا من قرن الصيام أولا وذي السنة نظر نظر أشي من غدي في كسيدي ربي الصيام باش هذا النزول سأكن يبغى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. أولا ما دين الصيام ذا شيء معناه نس ذا الإمساك. الإمساك التعريف الفقهي للصيام ما يقيم العبد بلا المكلام بلا في السن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكان الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج فنشتقين يعني شهوة النفس فنشتقين إذا المفطرات أيس فضرني عبد أي مثل وقت الصيام. إذن في جنة والتعريف الفقهي ولكن ما دريني الصيام أهل ترى من المكلة ما اكتسيت أغلى تشعى الأمرة الشهر الصيام باش نسمى خار النظام لا ماشي دي مكلة ما اكتسيت الوحيد وقيد الفرض باش نقيم المكلة ما اكتسيت ذي الفرض إلف من طلوع الفجر حشو ماذا قلنا غضر المغرب وإلا قال هذه تشلع من المكلة وإلا قال هذه خطر الفرض إلا خذ التزوم. إذن أي مثل الصيام أهل ترى من الإمساك في المكلة ما اكتسيت الوحيد شهوات النفس ماذا قلنا نقارن لأدريني من نظام بالسبحان مدلاشا وجيني المكلة أكتسيت غسك ديحية إذا يحل العبد ستيدينس ولكن وي الصيام المكلة أكتسيت أدنى مراتب الصيام سير بانيفو من الصيام. ولكن الصيام أدي إن الند المكلة أكتسيت وكذا الفرض فلس إلى أثنقر داخل خاطرنا المكلة أكتسيت ذير من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ماذا قلت في العك كرام أرمضان كيرو حقيقة ده. ولكن ماشي بقنشتك كان يدوين الإمساك أدي لغض الجوارح عن الذنوب والأذى. الإنسان الذي صار الجوارح أرى يوزوم المشي المكلة كان كتسيف إذا سمرت هذا سنة بوزمة ولكن إذا الجوارح إذا كذا زوم إذا ألني كذا زوم إذا سني كذا زوم إذا رني كذا زوم إذا ألني كذا يوزوم وخاصة إلسينك إذا سجني اللي يسوي البعيد عن جربين جرمين البلاني العب إن سجني الخديس أدي لين العب يوزم داخل الجوارح ذي أرى صار بلي مسيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ماشي ده حرمك فغان هذا غير حرم دي المكلام بويني لان دي حياي ولكن اي اغيست عدم الصبر بويني لان دي حياي اغيست عدم الصبر ذين لان دي حياي دي المكلام او تيسي ذين حلا دي حياي ولكن اغيست عدم الصبر تنتسنى يضارة ذين الفجر حاش ماذا قلنا حاش ماذا قلنا تداني مغرب اذن اغيست عدم الصبر اتوخر في حياي باش الحرام تتوضى باش الجوار حين كافن تتوضى اه ترى تزمر ذا المكلة وتصدر تيجي وتصدر ولكن تزمر ذا تفضي مانيك ماذا قلنا يعني إنه ركيد وبعض شو مسلين ديري وتصدر ذا ذاك ذاك هذا ديفان الصبرين إذن الجوارح هي لقاتن تفضي ماذا قلنا موقف غل الحرام إلى قرا إلى قد قعد قرادا
إذرني إذرني أتصحح الحاجة على الحيوان يفسنيك حاجة الحلال إلسيك حاجة للعيانر حاجة للعيانر دي فونديس وذوقين الإمساك الجوارح عن الدنوب والأذى خطر مالا ما خيش ينام دي فكاسي داربين الندب اللي نسين السؤال فكذا قدر من نوية ثم زورة زورة ماشي المعنى الصيام ذا النودريتين ماشي الصيام في المغرب تسيد واحد اسم ولكن الصيام مرنا في الجوارح ومن بعد السؤال والسينظر لماذا أنا دي فكاسي داربين السينظر أشي من أخذي دخل أهطريب غضب حرم دي مكيا مكتسي إذا اشتكيه إذا اشتكيه سيد ربي سبحانه وتعالى ويسحر ريبانا يا عبادي نصد الرحمن يسعى في الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها إن سيد ربي سعى الرحمن في عبده أكثر بكنا تسعون في مات أغفر جنس الرسول صلى الله عليه وسلم إن ميامي مورني تسعى الرحمن سيد ربي إن يونو مورني ميامي في كثير ذلك سبق يقال الطراح من الخلق مرة ذي نغد سحن دي سحن مرة جميع الخلق كربيني ديخيق الجوت الرحمن وتسعى وتسعين ينفس غير ورس باش أدي يرحم عبادي شي يوم القيامة إذا سيد ربي الخالق خرب وين يغد يوم أرى أدي نخدم تنسى ذا المنفعة المنفعة غير لديك خرب وين يغد دين هاي ندو خرس قمشلني خلاص ذا المضر غير لديك إلا خسني نكر سبحانه وتعالى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان غير مثل إذن الصيام مثل دي فرض سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا قد نعقب اليوم ذين الله دل نفع عنا أشي من غير دي فرض سيد ربي الصيام إذن أدي قال سيد ربي الجبيس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أغدي أغدي ذاكين اللي النداء التنبيه يقال يومنا خزر كلام يعني غادي السوار سيوت يحنانا سيوت الشفقة سيوت الرحمة غادينا أي قد يومنا نسيان أي قد يطفل العهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي قد يشهد الله إلى أن محمد رسول الله أي قد يحميين خطر يمنوا من يس نقريد ذا غيويا ونا نحميه ونسانا ذا غيحميه أكام غادي يتسنده سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا معناه هو قال للغة وسلوب الإناث معناه أدي قال أي قد يحميين حمي غضن قال ترى أي نفاق لدى مرضين يعيه المضرة الأولى لا ذين لم يثل المنفعة هذه قال يتوفر ضد في اللون الصيام ما كان يغدي يتوفر ضد في الأمم اللي نقبلون باش أغدي كسو في باش أغدي قال ذخي قوية ونغب اللي ماشي البدعة إقلال في الأمم يجيو ولكن الأمم يقعدان كل يونا يتوزو سيدنا داود عليه السلام يوزام يتوزو مثل يوزي في الطريق سيدنا موسى عليه السلام دي جبل طول يوزام 40 بوسان يوزام 30 بوسان يميز ده 10 هذا النفيلة سفين 40 بوسان أنظر باللي سيد رب الخالق سبحانه وتعالى خدمس الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ماشي السمانة ماشي 10 يوم ماشي 15 يوم على خطر ثقي قرص كنتم خير أمة أخرجت للناس الخيار ذي الأمم يفكيز تشيد ربي الخيوط الخاصية ذي الشهر الشهر رمضان يفكيز الشهر على خطر الشهر كان خزر كان يسمي سدواليس ذي نكي تسعى الشهرة ذي نسعى نزل ذي نسعى ذي نديفل 30 بوسان ماذا قلت لك شيء في قرضي مانيك دونزان دومانك نيبغو ينب حاش حفظها تحفظه ألي يخدم يو يو الحاجة الزاتك أتسمى قرض 30 بوسان حاش حفظها تحفظه ذي قمان زر باليوم 30 بوسان يغدي في كاسي ربي بشهد ذنوزهم يسعى الهدف أشي مين أدي تكمل أدي قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أدي قال الهدف نغلوب جيك دي في فيون دفك الصيام باش أدون الشهادة للتقوى باش أدون تصور بيان باش أدون الصفة دي العين باش أغد يرسي دي ربي الخالق سبحانه وتعالى أنا أخر الصفة دي لي أنا أغل أن كان ست الصفة دي لها الدين نغفي كيف دي سمر نبي صلى الله عليه وسلم البعث إن سفاش في دي روح ماشي ذكرى ما يغدي قوي باش يعني غير تحفظ ذكرى كيون الدومين نظن ولكن يقول يغدي اخلاق يقرد انما بعثت يوجه لاتمم مكارم الاخلاق ان تقول الصفه الصفه ذي الهان الامين اضرب الامين اذا ما دينيض لعلكم تتقون اللي قال سيدي ربي قويس المعنى التقوى داش المعنى التقوى الوقايه ما الكلمة كيف فرض يقول الكلمة الوقاية معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب أن تجعل بينك وبين كل محرمات الله حجاب كل وين دي حرم سيد ربي صخر مدر حجاب يركي سوت قرية ضرب إذا دوا كذي حرام دوا كذي حرام إذا دوا كذي حي دوا كذي حي سنة سمعنا وتعالى على خطر ذن سنة دقيقة ذن سيك زرنا شو قلنا دينا ذن سيك زرنا نفع ما أكثر وين تمزرنا ترى إلى وزرنا دينا نفعش يزمن هذه فرح سيوت الحاجة بس دي سند خسر مرة الدنيا دي سكوت صروح وين يجيك فرح هاك الإنسان يزمن هذه يحزن في يوت الحاجة المنفعة مرة سين ندك إذا ما كسر عن فعيس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى انتي دقيقة يزرع ما يني قعدان يزرع ما يني اللان يزرع ما يني الدو يقعد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تجمع
إذن الوقاية ما تدخل من الحجاب إجارك وين يحرم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أدخل من في المدة 30 بوسان 30 بوسان ما يفضل رمضان حاجة ماذا قلنا يفق إلى قد سزر دمينيك ماذا قلت جديد نغاية 30 بوسان دسون إلى قد دوت الشهادة للتقوى شي من يقرر رسول صلى الله عليه وسلم إنك راغم أنف امرئ راغم أنف امرئ أمرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له على خطر يفات الشهر رمضان يعاشي ويزامي 30 بوسان أمشي يعني ويتشفغره ذي الصفة من دينينا ذي كشب الصفة ذي الصفة ذي كشب سيد ربي الستاج يغدي في سيد ربي ذي 30 بوسان إلا أثن فارس على خطر ما كدنا أشحال عبادة قاعدة وزامني يندس ويسكور وزامنا لا ولكن وذي يمك في سيد ربي الفرصة ناس ويسكي أطرق بزمان هذا الزون إلا قد عقيدة إلا قد فارس العبد تونيز لي هنا الأستاذ وخسر بالأخلاق وخسر بالصفات ينهى وخسر بالمهنة للأستاذ ولكن أعوذ بالله من كلمة أنا يعني كان كفريدي فرانا مزاركات شو ليها أفضل خطوة الزلالة للأسف الشديد أخي مدير مدرسة يرنس عنده كفير وستنقر حتى ما نذبه الزلالة ولكن شو عيدي وصغر وسي يند يند الضمناك حشر تزالي فرانا الزلالة أمو أسجين على ذكر حشر تزالي فرانا الزلالة الزرب اللي يموت الزلالة على خطر اجعلنا باللي المثقين يخدمت المقدمات اسدف كان برياوي يوم وركس كذا وكذا ركوي لا لا سوى السجى خاصة السجى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الموت حتى يكثر موت الفجأة أقسم سلام دي وانا كجسد لم كثر ما في خير وجدين زرتك سوى أن نغك يضرع أدي مسلم يتسكى دقيقة قروش دي خزان دي في موت دي غير إذا الوكس الوكس من نبى نسيت قرطاء إذن ما يديك سيدي ربي الفرصة باش تشوف غير غرور صور كتسلا زي ديك يا خاص حقيقة ذي كيف يدي قال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يند لعلكم تتقون باش تسعون الصفة ديالها سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفك شيء يفكد ديالنا باش تصور بين العباد يفكد ديالنا باش تسعون الأخلاق الغاشية خطر القعاية ديال القعاية نس العباد العباد ينس ويقف غنى ديالي شوي دخي دخي دوشو تيرس يونو يزر يونو يفغر هذه الشوال ذي ناض ذي توشل ديس أما نسف الأهل وكان يلين دخل توشل النمرة ولا أسيد رب الخالق يفغر يلين لهنا ذخي العيفة ديس يفكد المنهج مثلا نتبع يقرد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون يند ذوك ذا فريدي ويند لقد تبعام غور وذا استبعام فريد من الشواطن سيا وسيا بكل يوم ذلك ونجبد أكون تكون الشوفة غير وين نقول هنا كما يتمثل جميع الشعائر الدين يغضي في كسيدة ربي مرة أكل اللهنة غرسوي مرة تظليت انتظرها يقدم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظليت الهدى في الفحشاء المنكر فالفحشاء المنكر قرأت دي عباد ولكن تظليت من شعائر الدين قرأت سيدة ربي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لعبد ماذا قال موثي دنها رتصليت يسافر الفحشاء والمنكر ومقفوا ذلك إذن أنصي حمالنا قراد وثمثلنا ودي القرار كان تثمثلنا غضي الدين خطر كتشينا ما ينسين به مع فذان ذا الإسلام يدعي أين دين سيد ربي الخالق يون ونفي صلى الله عليه وسلم ديننا يون اختلف كان شيء كيف غسيد ربي بشأنه غيدة مثل أن تطلع في فريد أن تزوم في فريد أن تصلى أن سجد في فريد أن ركع في فريد في جميع مشارق الأرض ومغاربها أثنتويض مرة ركع مرة في فريد كامل ماشي تصدفة ديننا سيد ربي يخدمه الفاضنا نزدخينا الناس يا ولد أمريكا اليوم يمكتش مقايد الحرم المكي ما نشتري الغاشي مرة الله الدوير الله الطويف الناس سبحان الله الناس يقول لي قد دور الشيخ هنا الشيخ دي الناس باش القاعد الوليد اللي قسمت شوية أنا قاعد انت قديوني انسي مدينة الناس ساعات ثلاث دقائق احسبك تفكروا انه ما ترى وقت ثلاث دقائق خزرت يقمش الناسي الاثنين وفص خذنا الصفوف قاعد مرة ما قاعدنا من بطر ومنك كل يوم يصير مكانس يود الشيخ يزول يشهد لا إله إلا محمد رسول الله على خطر أولش دينك زمرن أدي واحد الصفة أم الإسلام الدين نفذ الإسلام أولش الشيخ يقول واحد الصفة نقل الإسلام كغير مثلا إذن أكن دي قار الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذا من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له إلا ماذا قالوا كي تنهى الصلاة دي أبناد ما فين ندير غفل قرب أغف يخدع أف الخيانة دي الميزان أف خيانة الأمانة أف الرشوة أف جميع كرب وين يوك ربي خسر تصلي دي كي تنهى لا عقرب اللي تصلي دي كم قبوتا أي رد المي سيد ربي رد المي زنا ريفس النغة دي ديارو بشان ظلمان قبوت تصلي ديك نغاية أكيد مثلا إذن أكم ولا ذا رمضان ماشي تحشر الصيام في المكان أو كتسيد ولكن الصيام الجوارح
سيد ربي حرم الماكله غادي سبحان ماذا العشاء باش اذن غاد المحرمات ونتقرب لها غنص ونتقرب لها الوين حرم الوين يودين سيد ربي عين لند الحلال نصبراس وين لند يحرم نصبرانا. الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن الدم لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وين جانا القول الزور والفحش ذي الكلام القبح ومسلين مسلين دائم إن دوثي ما زالت دائما في الدرس سيلا إن دول يزدخ مرة الرأس الفاد ماذا قال يقيم يسو حي ما دي عشان سيد رب الدرس ما قير الله صنين سنغ الفاد نينس إتما قيد روين دي تفغن تقول إح ذا رمضان يروح خلاص كمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن رب صائم ليس له من صيامه إن الجوع والعطش أشحال دي يوم الإب وزمن إن دحش من سيارنا سيد رب سبحانه وتعالى فاد يسيارنا رياض باش أنا عقيل لماذا غير ديف سيدي ربي السيام يفكر باش هذا غير ربي باش بنسرسي هنا ديال من حولنا المجتمع اللي كنتعايش باش انا اللي كل يوم ديك غادي لي الرحمه للاخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسيد وما ارسلناك الى رحمه للعالمين ولكن انت غادي قارب ماشي دي كاني كاني وحدي غير مدينا غير الانبياء الرسل مدينا وما ارسلناك الى رحمه للعالمين ولكن غادي قار ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين يمر سيدي ربي المؤمنين شوي نسيد يمر الانبياء إذن كنش ذلك الرحمة لنا ودي كان وين ندير ذينا خصد كان مشريح النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أني ويد المسلم ودي نرد وين يتزار لنا وين يتزوج منا وين خطر وكذا الفر باش تكشم ذي بورتن تكشم ذي بورتن الإسلام خاص خمد الأركان ويجني ولكن المسلم باش اللي العامل يكبر رفيق بيصير ربيع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن شيم دوين يصير من ينسير من إذ جميس أكذ وينس أكل فوسيس الجيرسيس أكل فوسيس والرواية اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن من سلم الناس ومن لسانه ويده ماشي حاجة إنسيمن خطر إنسيمن يكون ذات مثل إنما المؤمنون إخوة ولكن وياه اللي انفران الإسلام ذات مثل من آدم ونجمرس النروين نغدا روين محتش نكون مخصخم ذا الجاهل الجهنم كارس خلو محتش ما تقدر ما تستلف عايش ما تقدر تديل ما تقل أشي مش يقرب وش يحصل الله عليه وسلم يند لأن يهدي إن الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يند ما هذاك ضربيون يا عبديسي إلى دخل وسيد الشرقية حشمة ذاك اللي يغير أهطرين يزرم يزريون جهنم ذا شوت أدم ذاك فوسيك سرسيدة الشماعة بس ما ذات صبر فلس إذا الإنسان يروح للبريد الجهنم أهطر مشي الجالس يخدم لك إذا ذات مثلنا من آدم أشعر العلاقة العية واسم الشكل الرحمة من دين الرحمن الإسلام اسم الشكشم الخير اللي دخل الإسلام رسول صلى الله عليه وسلم يسعيون الجارس ذا يهودي أرمي ذا اسمي الشهد إذا اسمي سيسيا يشهد لا إلا محمد رسول الله إنك الحمد لله الذي أنقذه من الله الحمد لله يا رب إنسان في الدين قدم باقي الإنسان دي عبد المشينا إذا أتسير كانت صعوبة العلاقة العية أكيد يخزر المعاملة كذي شهد لا إلا محمد أروي كان تخدم الكهشين ولكن ماذا قال لك الشيني يزار أكيد خدم الكوينون يهالا ذينا ذي المشكل وتسير قال لي كما قال يولا الوين إلى الفرع للإسلام هذا الدخل لأن النظر الدخل كخام من بعد الفغر برا يقال أحمد الديدات بس يعفور بهم إن دعا ذاون الإسلام أن يوان وإذا ذاون الإسلام إلى الدين سلم الجاهل هذا خطر أن يخدم الإنسان غرس دين سيم وأن يخدم الفعيل وإذا لا دين سيما من بعد ذي تشمقين وإذا إلى الفرع للإسلام الجعل من الإسلام يخدم لك بعد ذلك الشفوق العباد غفدي إذن تقول سيكي فرانا إكتشيني إكسن تظالي ذلك شهد لا إله إلا محمد رسول الله أتسوحى سفر غفية جنيا إلقوا ثقرضا يخدع أسكدف أتسعوا الصفة النار حمار بي غسط هذه الرضار سيرسي وإن أكد يخزر للمعاملة كد تشكش مضغى الإسلام أسكنا غسط ورضا ذي الدنيا ذي لا خافك إنسكس سيد ربك إنا خزر أنشتي وإذا مركش من فعل جلك شوك أني ديسكش من سير النين كان غسط هذه الرضار ولكن ديسكش من دار الإسلام كما إذ مثل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد ما إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم يند ملك ليصم يندب ولا ينسي من المؤمنين يند إلى قسع قيد بالله هذه في الجوارحيس الجوارح دائما الجوارح يغردي شمي دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أسلم من عباد الدنيا مرة ذكبيه أكد فوسيك خطر ذي فوسي أكد يلسيك خدم المضر غصت سدو الغالية وندشي أتصرح تسيطارني ولكن سوشي سيسيس تخمض المضر إما مصر هذا القبيح وإما ثوض نفسي سنتاك ولكن مسلم من دي سنتاك غصف رحمي يكسي دارني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إن دمريدي العبد يصام
يوزان إن دغس من ذلك اللي يقول ذكي ديولك دينه ما بسأل لقبي حمس لي ديري ما سنة ذلك والله ما رغاك أنت هو تخل ضيت والله ما رغاك لكن وزان سيد ربنا كي يكتب يون العمل ذين 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 شرفا ذين ذين سلين ذين درجة كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال خمسة الأمور إلى تصفدار الصائم خمسة الأمور باش نظر ملي ماشي لي مكيانا كنت سيسي في رمضان حتى نبني نجعي من قيكان السر ونسر المكيانا ذي الفجر حاشا ما ذلك ذي مغرب من بعد السنة أماكن قرن بعد العشاء إفعل ما تشاء مذكرة تشوي ضرخ ما كي يعجب المولى اللي كنت تسيع إدارة مثل كنت تضر رضا الجارة اللي كنت تسيع إدارة تقبري لها فيه السلم وتسلم إدارة في غشي بركة أكتب وذني غشي مولى تقبري ذكر رسالة ذكر رسالة بعد السجارة ضرم ذلك اليوم نغن داري فقما تصلي ذا أما شاعر دين مرة لا لا إذا كان عقية كي خاطئ المعاملة الدين المعاملة أكدق في سيدي ربنا إن قال لك إذا تصلي الزكاة والصوم ذي الحج مرينة قاعد في منك قال في العباد بشينين وث مثلك العباد إما ذي مثلك نسيم وإما ذي مثلك من آدم إلى قد قاعد في منك سيد ذا الرحمة للآخر سيد ربنا يقبي يقبي العمل ذي يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة يصفرار الصائم تمزور 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 الكثير ما يسكت في العبد غصد قصر غصد زمضة في مكة يوم تسيسين لكن رمضان مبابي سيروح الغيبة ماذا الدرد في مكان سيب سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إذا تجيك ستكلف الصمور العباد ويحوج لك يحوج لك مش النظر في الغير نظر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد من حسن إخلاق المرء تركوه ما لا يعني إنه كنا على لو خلاص إذا الغيبة ماذا الدرد يقعد ولا يغتب بعضكم بعضا وهدرر في الغير نظر مماذا الدرد في اللاس حسب رب ذلك يروح غاس شدر المكان غاس وتسوي ضرر النمي ما يتسوي العبد قمر وغادي يزرع البعيد الثاني غادي يزرع وغين الغشم وعدينا له كل غشم وعدينا له كل غشم قليلا ردف العبد سبحان الخالق وتشيني قاعدين يلقى كيف كلاعب ذاك دو مثلا تشيني الجيران علينا يلقى ذاك دو استرس دي بابد إذن ما يتسوي العبد قمر النمي ما في رمضان يروح غاسي وزام المكان في المكان الكتيسي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد لا يدخل الجنة الماء إنسان ماذا قلنا من نظرة عن السوء ماذا قلت مقرضة روينك حرم سيدي ربي في قطع قذك أن تستقيم أشياء الحاجة قوارن في لك من هذا أين لنكذ يحرم وكذ الناس سيدي ربي سيدي في لنا سيدي ربي ذي الرحمة إنس يندين لن يحيي فاتقوا الله ما استطعتم خدم ثين من الزمر وين لنا ذي من غير الذي حرم الزمر ما سأستوخر الزمر راس تقدر الزمر راس شرم ما جد وكان الزمر كان السوء شوية الزمر راس وخر ذي مرة لا يحرم الزمر راس وخر ذي مرة الزمر راس وخر ذي دخان سخر ذي الشمة خطر من عمل الشيطان يقدر السوخر وذي حرام يحرم سيد ربي قرط في جتانبه كيف والنظر عن السوء ما كدر لنا ما يسمى قال هذا أروين إيه حرم سيد ربي أتسمى قال أروين ده صدور أتسمى قال أروين ده دلورك أتسمى قال الوذريد أن الشغيك ولكن نذك اللي ستولي غفي حرام إلى قتي بكسر ولكن مثلا تويش مرضين رمضان يكرو الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ إليس جرير بن عبد الله رضي الله عنه إن يا رسول الله إن وقع بصري على حرام فماذا أفعل قال أصرف بصرك إن يسمى ذلك اللي ستولي وفي حرام يمشي رخمة إن يسوء خرسين البصري سبحان الله يعني أنظر وفيس خمسة قدر يقرد اليمين الكاذبة ما يقرر عليه من حال ولو كان دي حاجة طمش طوحة تقرد اليمين فلاسة تصوير الشين دوني يتفكى أكبر قرر رمضان يعني غص المكلة وقت السيطة تقرد ضرر يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق مرئ المسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال يا رجل يا رسول الله أو إن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك إن يشوينا رجالا يمين حنث في الشن دون ذي تفكر إن تسدر بنا في حرم دي جهنة ذي جنة إن ذي ثلثار جهنة إن يشيون إن يشي رسول الله إن يشي ما ذكر الحج وسعى الحج وسعى نزل إن يشوى إن قضيبا من أراك ماذا قال السيوة كنين أقشار نين السيوة كرد يجوش في حصل الله يسمى نصنضي في سننا ماذا قال كل ذي من حنث في اللاسة وإن سحر دي جنف سيد ربك في القرب في صغر جهنم فتزرت أي مثل أنظر يعني الصيام النغذة شوف الصيام ذا شوف لعلكم تتقوى لعلكم التقوى الشهر الكريم في كثير سيد ربك باش أديوي العبد 30 بوسان الشهادة للتقوى إذ كد يوث الليلة المباركة ازدخل خزرت سبحان الله ماذا قلت خزرت فاكلا فاضي ورقد يفككا من رحمته الواسعة ماذا قلت تقام ذي إنسان يقرد التمسوها في العشر الأواخر ليلة القدر يفكسر بالشرف يفكسر بالقدر سو القرآن الكريم دي نزين غفري ذي للسماء الدنيا إنزين ذي ليلة القدر من بعد حسب الأحداث يتوزع ذي 23 سنة ولكن ليلة القدر ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر
أزل 83 سنة أربع شهور يفربح ماذا قلت كشيء نتصل صدفة ليلة القدر خطر صرح العباد يسند رغية أكان يسند رغية سكيف الرحمن سيد ربي الحاجة وين يوهين ذيك شمج وين يقولون ليس خدمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى شمال جنته كي يهضر بك شمال جنته نشتكي مرض لي فافور باش نسي اسكم يتسافر الحجه ينزات وخلق سينا السيد ربو يدير البهدره ولكن العبد لله الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لك يولي يتبع عندي جن ثاني شم ماذا قال لك وينك يا وصاني وينك نقولي كما مثل باش انزل الصيام ماشي في مكيه مكتسي ولكن غير تعلم الصبر يخدم غير تيست باش الاخر اي وين الا ندي حياي سبحان الله الصائم يسعى للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه هذه فرح سن إفطاري اسمها الإفطار هذه فرح هذه فرح سن إفطاري اسمها الإفطار هذه فرح الصوم اسمها للسيد ربي الخلف خطر ذا شمع يحسبك الصبر ليس صبر لكن يحسبك ذي العمل القرحان ما ذكر ذات صفضل سعيد يوم الدعاء أتدعو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بدي يستجيب إنك لكل صائم دعوة مستجابة عند الإفطار إذ قرر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه دائما ما يكر الإفطار الجاي يغديون هذا إفلاس يا ربي ربي يقرص اللهم أسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء فاغفر لي ذنوبي أسينا سيد ربي الرحمين في الواسعة أكن سأل غصر الرحمين في الواسعة أعفو يدروبي أكن على ندعو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل باش أذن صار بلين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بقار غيوثد غرورين إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعل ذي الشهر رمضان غصب عقلنا تستغفر ذي الشهور اللي ظنك ديق فيه الاستغفار ما ثقر ما ثقر يظهر ورس ولكن خاصة دي رمضان خطر شيء ما دي ما قال ذي آية الصيام يتكمي ياسي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا مثل آية الصيام من الدعوة خطر الدعوة ذي حوث الصيام والدعوة قبلت سيد ربي الصائم ينسل العبادة وقرب غير ورس إذا عثي إذا ذوين القيام كجيم خطر سيد ربي الخالق يسعى الرحمة الواسعة يقرد أغاية دغر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن الدغار في دغر ورين كنا ذا ونقبل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى قد يثوب العبد غر سيد ربي إلى قد يغاية الورس أقبل ذا في فذ الحال ما دين التوبة دائما وأبدا سيقر العبد الدخل المخيص ماشي أتسخمض أي أنه فرنش يقبل يعقي بعد سلطر الوخامة دو فرسنا الغرب يعقوي لا لا ماشي كده أين اللي نقرأ دي عباد وحدس أين اللي نقرأ دي سيد ربي وحدس التوبة ما دين التوبة مش سيد قبل سيد ربي غي عبديس أرجع عبد وإذا مدي قبل سيد ربي التوبة نسي وإذا مدي قبل سيد ربي الصيام نسي القيام نسي ما التوبة غير سيد ربي عدس وخلطة فينا خلينا نخدم ذاك اليوم وين نديرهم يقعدس ندمض أن الندم أن ثم قرات العميقة قوي فينا خلينا نخدم ذاك وتعهد سيد ربي وتشوغي ضرمر وين خلينا نخدم ذاك وقي ثلاثة شروط قالت سيد ربي ولكن سيد ربي يتسرج والشرط اللي يصير معه الشرط النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال لك هذه عبد مخي سمحاله سيد ربي يسعد يسلم حق العبد شوف ماشي حاجه كبار رزق اللي سمحاله ضروري تسمحاله ولكن لا ولاش شو نسعد نصغر ورس ماشي الشيء ماشي الدريه ماشي الصحه ان اكرمكم عند الله اتقاكم العمل الصالح النيه الخالصه ربي رزق يعني يكسب على الراس لكن ما تقول لك يا فاروس هذا شيء خدمه يقد الزيد غير ورس ما ذكر في بيضة سليم أنا نقص سرد ما ذكر في بيضة سليم وكاني نقد سرد ما ذكر لغة إليك استخدم يقول انت فاسنيك ما ذكر نقص إكرام إلى قص الطيب يعفو ولو ذم سليا استنبه الهي خطر لن العبادة ونخدمها للقيد يلسى ونسل اللي سانا كيف كيف يقدر بغيد ذكر سيد ربيع ولكن إلا العبادة أكيد يوتسيون ووي ينضيبه بيس قبيع يقول ووي ما ثوف تصرصص خير ولا غويني إذا الإنسان مكثف أذن بار سيد ربي مكثف قبل سيد ربي هي قد سيد غير وصغر وينا أذت أت أت أس هي قد حل حاجة ماذا قلي سبحانه باش قد يقبي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أين لن قركيت مثل فتا مسلديك قرك دي عبادة مشينا سيد ربي الحال الخالق إنك إن كنا رحمة ينوذر ساعة وتسوين سيد غير وري يقر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن دي ابن آدم ما دعوتني ولا جوتني ما ذكر الذي اشتنيت ذعبي تشقويه وترجب بلي ما ذكره ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي أين تقول تخذ مثل ذلك تعفوين إن القريدي كذلك تعفو إن القريدي كذلك تعفو إن ابن
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو كان هذا ظن الذنوب فيك حاشا بذلك الذي ينيم هذا ظن الذنوب فيك إني كذا كتعفو قلت سبو ذلك صوري حاشا فيك ذلك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم ولم تشرك بشيء أتيتك بقرابها مغفرة. إني لو كان أدي أي دشرد القاعي مر الذنوب أو كذي شيء دشرد الذنوب كامل إني يقول لك أنه يتخذ النظر الشريك ثم نظر بالنسبة غدا إني كذلك يعفو إني كذلك يعفو وتسيب ذلك خطر الشرك بالله تعفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كجنا إذن الرحمن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أرغي سرجه إذا قنع عقلك التوبة ما ليث في العبد مش لقذي إكي يعجب هذا السوء خطر بكزرع الشيخ دم قالك أجل أن أسيني العبد الزلغز كما سكنوا في ديو فرائل قنع عقلك يقال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن دي نسني العبادي أدي قال ذاك خزر الكلمة يجي أدي قال قل ذاك فعل أمر أدي قال قل يا الرسول صلى الله عليه وسلم قل ولكن مدينة يا عبادي ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبادي ماشي العبادة الرسول العبادة سيد ربي ذاك المعنى نسي قال ديوت الفرنانة في مسألة أدي قال ولاش الوسيط راه الانترميديار قال هذه العبادة أما كناسيني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل من بعد الأول كذا شنو ندير نزل أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبادة سمح حسيتي وين يكون دقيق من بعد ما سمح السنة دينا يا عبادي الذين أصرفوا الخطر العبادي سنسم يا عبادي الذين أصرفوا لا على أنه إيه قال يفكان أفوس دي النفسي نسم وتسيس سلاة الرحمن سيد ربي سيد ربي عفو الدلوغ مرة كيف مثلا ولكن أياك وإياك السنة سيد ربي غفور رحمة كمي دي بيالي خضر لك نبلد لا أدي قاربك قويس وتفكر الآية أرجع آية في القرآن الكريم ولكن تتكملش الآية النوم حتى ما تدي سدو العبد يقرد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر وغايت الضغر وري وقبل هذا كوني فاتل عام خطر ماذا قلنا تقول الغرغر يقول ملك المدن في الضغر وري سبحان الله عسى أسند مع غرة وتسد غرة مش سليم وش شاب زينكم يغار بنيهم بس سير لبروج ما خدمة دينا مش حالة خاطئة ودي استأذينا للعلمات ديال الغربات في سد يقفل ولاش نهدر الناس إذن وهي قرار أسند رجال الظلم ما ذكي ينفض الظلم خاطئ ذي موحد هذه قرار الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي قبل التوبة إيش؟ المد دقيقة ثانية ما دوّل الغرغرة نعم دوّل ملك الموت ذي قفظ روحني ما يسخر خورك الفابيس ذا إمير التوبة خلاص تبورتني في عرمي ثبورتني باقي ثبورتني في اللي أكف العباد مرة أكف اللي كامل إذن الإنسان يغير غير سيد ربي أقفي أذى في الحال والفرسان بالفرسان رمضانية مثل لأن كل يوم أذي شقم إيمانيش أذي غير إيمانيش واسم قرار فوق الدنيا خلاص فوق الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر من قال هلك الناس فهو أهلكهم وين أذي نهلك فوق الدنيا فلاس كان يفوق كشيني في قوية كده أتسقم ديماني أتسقم ذروي هذا سبحان الصلاة الذي جوانا عن بال أرون نغون صرارة ذي القهوة غلان نغضر دروقي تابعا نغبر لك ذي مدتي غلان نغون صرارة ونسقسي هير ماكش من سقام نغون كشي ملارا أنشتك خاطئ مشاكي إياق أنشقم كل يوم ونسقم إيماني لكن قرر كنيا نفدل المثال قرر زوير كمالي كوني وغلا دي أتسقم سقم إيماني حقيقة المثال قيد العاية من كل يوم دينا هذا شقم مانيش هذا شقم ثوى شو تنس هذا شقم الرؤوس هذا شقم خميس من بعد أنت كون المجتمع المجتوع إيماني مجتوع يسعان الرحمة مجتوع عليه المجتمع أريد سمعوانا أريد ميحمي المجتمع أريد حمي سيد ربي المجتمع أريد قفرين سيد ربي سبحانه وتعالى أدي ما دي سمق هذا المجتمع يسعان الرحمة يعذين بو جرس الدثمة إنما المؤمنون أخوة أسيني ثقمت جرس سيد ربي أغضف كير الخارج فوسيس. نسيب يقارن يقارن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. خزر كان يقارن واتقوا. الآية الصيام شو يجي يتفاك. يقارن لعلكم تتقوا. أي الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. الديقار ذا جسيد ربهم عزيزا. الديقار ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يند ماذا قلنا؟ وانت شهادة التقوى يجن كبينت. دي الشهر رمضان شهر رمضان بشم في الشهر كان يخدم غفي مانيس ولكن يخدم غفي 11 الشهر نظم باش تسوى الصفة العاية حاشا ماذا قلنا يزيد في بيس رمضان الصفة العاية هذه قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح
احنا عليهم بركه تاع السلام ديك سيد ربي البركه ديالنا ديك سيد ربي البركه دار هذه القاعه واش تلقى راه حمي سيد ربي ما قلنا نعدي الكوغرنا ما نكش شحال الكوغرنا ما قلنا نميحمي الكوغرنا ما قلنا السباحه بريد سيد ربي نعبد سيد ربي ما قلنا اماكن شويه موت شويه راه نعقب اللي نسمي شويه غير واش تلقى قالنا نربح الجنه في الدنيا الجنه الاخر اختي اكبر بجميع المثل رجاء ربي من المؤمنين حق الايمان رجاء ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.